عليكم، معكم الدكتور عصام قنديل. الحلقة النهاردة هنتكلم عن طريقة عرض الجداول سواء في رسالة في سيزيس أو في بيبر، والطريقة دي هتستخدم في حالتين، يا إما أنا عامل تحليل للتجارب العملية ذات ثلاثة عوامل، أو استخدمتها بسي ار دي او ار سي بي دي، او استخدمتها في تصميم سبليت بلوت ديزاين. يبقى انا اول حاجه هعرض الثلاث عوامل تاثير. احنا قلنا في التجارب العمليه ذات ثلاث عوامل بتدرس حاجتين، التأثير العام لكل عامل على حدة، فأنا هعرض متوسطات كل عامل على حدة في الجدول كده. يبقى هنا اهو مثلا احنا قلنا لو عندي ثلاث عوامل الاسكوربيك اسيد، وعامل التاني السلسليك اسيد، والعامل التالت الفالفيك اسيد، هما لهم نفس الأهمية، وهعرضهم في عملت لهم تحليل سي ار دي لو انا لو انا بشتغل في معمل، او ار سي بي دي لو انا بشتغل في فيلد او جرين هاوس. فانا هعرض الاول بتدرس تاثير العام لكل عامل، فانا هعرض التاثير العام وبيطلع المتوسطات للتاثير العام. هحط متوسطات طبعا، انا عشان بتوع المحصيل بيعملوا موسمين، فبيعملوا ايه، موسم اول موسم تاني على صفه معينه، فهقول effect of abscisic acid او ascorbic acid و salicylic acid و valvic acid and their interaction. طب في الانتراكشن هحط فيها ايه في الجدول ده، حطها هل هي معنوية significant او not significant. لو significant بحط asterisk او ما يطلق عليه بالنجمة يعني او star، وبتبقى هناك معنوية، او احط طبعا ده من جدول انوفا كل الكلام ده، او احط ان اس اللي هي not significant اللي هي غير معنوي. فهناخد متوسطات الصفر اللي عندي، وهكتب مثلا لو كان متوسط 45 متوسط مثلا 59. او طبعا انا عندي هنا ايه العامل عندي هنا تحته معاملتين، معاملة أولى ومعاملة تانية، فهاخد متوسط المعاملة الأولى بالنسبة للعامل الأول، متوسط المعاملة الأولى بالنسبة للعامل التاني على صفة في صفة كذا. وهنحط ال LCD. ال LCD بدال في حضرتك مثلا لو ليكن واحد ونص، بدال في حضرتك اتنين معاملتين بس، مش شرط طبعا في معنوية، يبقى ده هتاخد البي وهتاخد الايه. ممكن احط ال سي دي بس، مدرسة تقول لك حط ال سي دي، ومدرسة تقول لك حط الاتنين ال سي دي والليترز، ومدرسة تانية تقول لك حط الليترز بس، على حسب انت هتشتغل ازاي وعلى حسب انت هتعرض ازاي، اب تو يو، ده ليك. وبعد كده احط متوسطات بقى الايه للعامل التاني، العامل التاني اهو نفترض كده، واحط له ال LCD بتاعته. والعامل التالت نفس القصة، احط متوسطاته واحط مين، واحط طبعا كل ده من التحليل من جدول الانوفا اللي احنا حليناه المرة اللي فاتت، احط متوسطات بتاعتهم واحط ال LCD بتاعته، او احط الليترز زي ما حطيناها فوق. يبقى انا ده اسم، واحط طبعا انتراكشن ال A في ال B وال A في ال C وال B في ال C وال A B C اللي هو التلات. طيب ده جدول بقى. لو عندي الجدول عندي انتراكشن بين ال A في ال B، فبعمله بالجدول بالشكل ده، انتراكشن افكت بتوين اسكوربيك اسيد اند سالسيليك اسيد على صفة كذا. طبعا عندي موسمين ماشي، وعندي موسم واحد. ده الكلام ده ممكن اعمله في السيزيس او في رسالة او في الرسالة. في البحث دلوقتي هنوريكم الجدول نفس الجدول ده، بس انا هحط ايه، هحط كذا صفة في الجدول، ونفس القصة في الانتراكشن. في الانتراكشن ال A وال B، ال A في ال B، يبقى انا عندي ادى معاملات ال A وادي معاملات ال B، واحط مين، واحط المتوسطات بتاعتها، واحط ال LCD بتاعت الانتراكشن، والكلام ده بيبقى طالع لي في
للتحليل بتاعي. طيب الجدول التاني بتاع الاي في السي نفس الكلام، الادا الايه اهوت معاملات الايه ودي معاملات البي، واحطها في ايه في الصورة دي. طبعا انا ممكن كمان اعمل ايه، احط ده رأسي وده افقي ومفيش مشكلة، يبقى ممكن اعرضه كده وممكن اعرضه كده، وهعمل لكم مثال دلوقتي على طريقة العرض الرأس والافق، بس ده اسهل لك، وده حتى في القراية وفي الكتابة، حتى لما تيجي تعمل في البيبر بتاعك بتيجي بتحطهم بتعرف تحط كذا صفة ايه ورا بعضها. اما في الرسالة اب تو يو ممكن تحطها افق ورأسي بأي طريقة تعجبك. ده بالنسبة للانتر اكشن. يبقى انا عندي جدول الانتر اكشن A في ال B وال A في ال C وال B في ال C، معاملات ال B معاملات ال C، والموسم الأول موسم الايه الثاني. بعد كده في بقى الجدول انتر اكشن بتاع ال A في ال B في ال C، ال A B C اللي هو الثلاثي بقى، اللي هو الجدول الانتر اكشن الاولاني ده هو بيسموه first order interaction effect، الفيرست اوردر انتر اكشن اللي هو الاي في البي او البي في السي او الاي في السي. الجدول الثاني بقى يبقى السكند اوردر انتر اكشن بتوين ايه في البي في السي، ده بيسموه التداخل من نوع الايه من النوع الثاني. فادي الايه وادي البي وادي معاملات السي وادي الموسمين بتاع ده، يبقى كده ممكن اعرضه في السيزيس او في الرسالة اللي عندي. ممكن بقى الكلام ده اجمع كذا صفة من بعضها، كذا صفة ايه من بعضها، ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ده عشان في موسم اول موسم تاني. ممكن تحط خمسة دول، ممكن تحط 10 صفات على حسب، لو ما عندكش مواسم هتبدأ تعمل ايه. ده عشان ده العرض المين افكت. يبقى انا الجدول الاولاني خالص حولته ايه لكذا صفحه، ممكن احطه كده اهو المين افكت بتاع السكوربيك اسيد، المين افكت بتاع الساليسيليك اسيد، المين افكت بتاع الفالفيك اسيد، وبعد كده ال سي دي بتاعت كل فاكتور، وبعد كده بتعرض بعد كده الانتر اكشن سواء كان سيجنيفيكانت او نوت سيجنيفيكانت. عندي الانتراكشن لو هو سيجنيفيكانت تيجي عارض الجدول بتاعه هنا برضو نفس القصه. الجدول هنا عندي برضو الانتراكشن انا مجمعهم كلهم اهو، عشان انت بتبقى في بيبر بتحاول تقلل عدد الجداول، فهنا مجمعهم الاي في البي بكذا صفه، الاي في السي بكذا ايه كاركتر 1 كاركتر 2 كاركتر 3 لحد 10 صفات على حسب. لو انت لو عندك 2 سيزون ممكن تعمل كمان الصفحه لاند سكيب وتعرض الصفات اللي انت ايه اللي انت عايزها في التيبل. عندي الاي في البي، الاي في السي، والبي في السي. الجدول الثلاثي بقى اهو العامل الفاكتور 1 وفاكتور 2 وفاكتور 3، وتعرض برضو ايه مور ذان 1 كاركتر على حسب. ممكن تعرض 5 6 7 8 كاركترز في نفس التيبل، وكمان ممكن تعمله باللاند سكيب تعرض اكتر من 10 من 10 صفات على حسب الفونت اللي انت هتستخدمه، على حسب الجدول اللي انت هتستخدمه. ده بشكل الجدول في البيبر او شكل الجدول في الرسائل اللي ممكن تحطها. وممكن كمان في جدول بيجمع كل الانتر اكشن مع المين افكت مع الانتر اكشن الثلاثي مع السكند اوردر مع الفيرست اوردر، وده ده اللي محتاجه بقى. ده هيبقى جدول مركب شويه وممكن يتعمل، بس مش اي حد هيعرف يقراه، فلو اي حد محتاجه ممكن يعمل لي كومنت في تحت الفيديو، ممكن احطه له اعمله له لوحده يعني. بس دي اهم ده الكومن تيبلز المنتشره اللي مستخدمه في عمليه العرض. طبعا ممكن تعرض الانتر اكشن بتاعتك دي، ممكن تعرضها تشارت، تستعملها تشارت، تستعملها كيرف على حسب. ده في بعض الناس تعمل الجداول المين افكت ده، الجدول المين افكت ده بتعمله عادي جدول، وبعد كده تيجي في الانتر اكشن تعمل علاقه بين الايه بين الاي في البي، وعلاقه بين البي في السي، وعلاقه بين الاي في السي. على اب تو يو تبدا تعمل عمليه الايه عمليه عرض الداتا بتاعتك. اخر حاجه هنقولها ان انا ممكن في الجدول ده لو انا اخدته ممكن اقلبه ان انا هعمله ده، هنعمل ده
رأس، ايه ده فيرتيكال وده هوريزونتال، وتبدأ تعمل تنزل متوسطاتك. مفيش اي ايه مشكلة. يا رب تكون استفدته. ده كان طريقة عرض جداول، سواء انت بتعمل رسالة او بتعمل بيبر، في تجربة ذات 3 عوامل، سواء انت حللتها تجربة عملية بالسي ار دي او الار سي بي دي، او عملت حل ده في حالة ان كانت العوامل لها نفس الاهمية. لو كانت الـ3 عوامل مختلفين في الاهمية، بتعمل نفس الجداول دول بس بتستخدم تصميم تاني اسمه تصميم السبليت، سبليت بلوت ديزاين. وحط لكم رابط بتاع التصميمين اللي عندك او بتاع الفيديوهين اللي فيهم ده. اشكركم على حسن استماعكم، واستنونا فيديوهات تاني، ومع السلامة.